عندي أنا كذي تكنولوجي عندي حجي تابعني أنا وبس سياسة بس عيارة حجي بلشوا؟ بلش هي طلعت بلشت وما قاعد نسمع شيء يعني احنا نخلص اغنيتنا تقوم انت تغنيها على الهواء بعد انا حد غير كل شيء اصير خلاص يا اكس لارج خلاص يا اللي سمعت نصيحتك وندمت لا 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 شوف 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 انا اقول ان شاء الله اول شيء لحظه اي بلشنا على العموم مساكم الله بالخير شباب وبنات اليوم طبعا حلقتنا راح تكون مميزه عندنا ضيوف والله بدر انت مشكله خطيرين جدا جدا وما شاء الله عليهم يعني سيرتهم الذاتيه وايد حلوه انا ما راح اتكلم عنهم نهائيا اكيد الشباب اللي وياي هم اللي راح يهتمون بالموضوع هذا لكن موضوع اكس لارج بما ان بدور ما يفهم مصري وما يعرف بالقطات المصريه لا 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 ولا الافيهات هذه مشكلته مو مشكلتي لا افهم لكن انا عندي بالنسبه لي احمد حلمي نمبر 1 اي نمبر 1 حتى انا بالنسبه لي حمود امس انا دخلت الفيلم بالليل حلو زين لا تنسى الناس راح فيهم اي اوكي شلونكم شباب عندنا سالفه مهمه ابي اتفاهم مع حمود الحين انزين امس قررنا انا صاحبي ان احنا شنو كاتبين اسمك بدور لا والله والله اسمك بدور ما شفتها بعد شوية اشوفها ثانيه مره ثانيه كنترول انزين الله لا انا شنو اسمي خلينا نشوف خلينا نشوف اسمي يلا حمود وين حمود خلينا نشوف وين اسمي ما قاعد يطلع اسمي ها حمود شنو حمود نواف نواف حبتين حمود لا مفروض حبتين انا بس حمود انت من زمان مسمينك حمود بس انا يا بختي الفتاه المسكينه المظلومه بين الشبان اليوم راح يكونوا معك الله يسوره اهلا اليوم راح يكون معك مساء الخير شباب بنات عندي سالفه مهمه خلنا نخلصها لحظه لحظه نواف نمسي اكيد نمسي عليكم بالخير مشاهدينا اكيد النوفي بنيف اكيد مشكوره شريفه مسي عليكم بالخير مشاهدينا ترى اليوم حلقتنا يا بختنا اليوم يا بختنا على المستوى الشخصي وايد 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 انا مفتخر ان راح اقابل هالناس اللي بصراحه حطهم على راس تدرون ليش لان مهتمين بفقه فئه وجاسم كباب شبيه يعني اللي هم المعاقين بصراحه راح يتكلمون عن همومهم راح يتكلمون عن نواقصهم يعني حتى فئه المعاقين هم عندهم نواقص فراح يشرفونا وينورونا ولهم صفحه طبعا لان تدري نواف انت يعني سالفه الاحتياجات الخاصه يعني هذه سالفه انسانيه قبل اي شيء ثاني يعني وبعدين زين من النوادر ان انت تلاقي ناس او اشخاص يعني يفكرون بالعالم هذيلي لان هذيلي صدق اشخاص ويانا بالمجتمع الكويتي بس مهضوم حقهم من الحكومه او من الناس او انه ما حد يعني حاطهم بعين الاعتبار لا احنا لازم نهتم فيهم اكثر واكثر واكثر طرق التواصل معنا عندنا الجادرنج شو هني هذه فيسبوك @جادرنج شو موجوده بالتويتر ارقام موجوده على الشاشه تسوون تكلمون معنا عندك كل شيء بتقولونه بده شغال علي انت اي انا مش شغال عليك انا بكمل سالفتي الله اليوم يا ابو عصير حركات ثواني خلوني اكمل سالفتي امس انا ضايق خلقي رحت السينما ما لقيت ولا فيلم ادش الفيلم يعني اللي يعجبني فقلت اكس لارج انا سمعت حمود هذاك اليوم قاعد يتكلم عنه خليني ادش اشوفه زين كان احجز وادش فطالع طول الفيلم وانا ماسك بطني من الضحك صدق عاد طول الفيلم اكس لارج مال احمد حلمي طول الفيلم انا ماسك بطني من الضحك الفيلم مدته كم نواف ساعتين و35 دقيقه ساعتين ونص وقاصين منه شوي ساعتين و35 دقيقه وقاصين منه شوي يعني انا انصدمت اطالع الساعه مو معقوله يعني The Lord of the Rings ما كان هالمدة إيه بس يعني. الفيلم جميل جدا حلو اضحك فتخيلي انت تقعدين طول الفيلم ساعتين ونص ميتة من الضحك اخر شيء النهاية تبكين ابرد زي. منها ما انا 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 بقول شغله اخر شيء النهاية الفيلم كوميدي انت ضحكت طول الوقت بس القصة انسانية ان انت
ان هم شوف هم قاعد يشكون ما يخالف بس النهايه لا هم اللي ونسوك ولا هم اللي قروك لا النهايه لا ساعتين قاعد يونسونك بعدين لحظه شوف انا اقول شغله هو ليش ما يعني ما عاش الفيلم صح هو اساسا فنان كاريكاتيري يرسم وهو بشركه اللي هي تابعه حق الوالد حلو حلو ويرسم يرسم هو ايش قاعد يسوي طول والد ديزني ايه قلبك زين شوف هو شو انزين شوف ايش يسوي إيه هو ما قاعد يهتم بوالد ديزني او الرسومات هذه وقاعد يعطيهم افكار إيه بس هو ايش قاعد يسوي قاعد يرسم كل يوم شنو قاعد يصير وياه بالشارع ما يخالف كل يوم شنو هذا اي احد يطقه اي سالفه الاحداث كلها قاعد تدور حتى ربعه يرسم بتدور شنو سوى شنو سوى فلان شنو سوى يعني حياتنا عباره عن مسلسل إيه كرتون لا اسمع تخيل لنهايه الفيلم ختمها بشنو بمجله اسمها ميجو اوكي بس ما كان فيه يعني انت شنو شو ما عاجبك انت تبيعطي حتى كان المفروض حمود كان المفروض حق اللي شايف الفيلم هو راح يفهمني كان المفروض ما يقعد يمها زين وهي مو عارفه هو منه بعدين فجاه يكفون الستار ويطلع إيه لان لان لحظه انت الشخصيه اسمع انت الشخصيه اللي انت تشوفها وتقول له فيل صار وتقول له انا وتقول له انا اسف يا مجدي تقول له انا اسف يا مجدي يقول لها منين انت انا ما اعرفكش زين لا تقول قصه الفيلم بالروح إيه بعدين تضحك ها 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 انا اسف يا مجدي بدل انا اليوم وايد مستقوية لان عندنا ضيوف بنات انا كنت ناطر شويه يقول لها انا الحين ضعفت وسويت اللي انت تبينه بس انا الحين ما ابيك يطلعونا على الاقل من الفيلم مقهورين مشاهدينا تحس انه في شويه مشاهدينا ساعتين ونص انا مستقوية وايد لان في بنات رايحين قاعدين عندنا ساعتين ونص حد مو خايفه منهم فاللي ما شاف الفيلم يروح يشوفه لان اتوقع انه حلو انا ما شفته يلا. بس احمد حلمي وايد يمين بلش طبعا ردينا من الفاصل اكيد وانا ماكو صوت بس يعني اللي حسيت انه احنا ردينا من الفاصل ارحب طبعا بالضيوف يعني ما يبين وين اسوي لا تكلم بس بلش اكيد بنيف وراح اكيد راح يكون عندنا اليوم ضيوف منورينا مشرفينا الناس ما قلت لكم قضيه وايد انسانيه عندهم شيء قاعدين يسوونه يرفع الراس وشيء وايد فخر لهم فعندنا اليوم جروب خلينا نقول جريده الامل الالكترونيه راح نتكلم عنهم شلون سووها ليش سووها اهدافهم وشنو يبي يوصلونه التعريف الاول عند بدر وعندي الثاني وعند اسرار الثالث هي مجموعه جريده الامل الالكترونيه التطوعيه يعني مجموعه تطوعيه بحت اليوم ثلاث اشخاص منورين عزيزين وغالين على قلبنا راح نستانس معاهم ابتدي مع عبد الله الشمري معاي yeah. وهو مؤسس ورئيس جريده الامل الالكترونيه التطوعيه يعطيك العافيه يا هلا يا مرحبا شخبارك. طبعا انت موظف قطاع الخاص تخصص علاقات عامه نعم وراح نتكلم معاك على هالموضوع راح ندش معاكم شويه انتخابات وهالسوالف بس بالبدايه راح نكمل مع الشخصيتين اللي موجودين عندنا اليوم فعندكم نواف واسرار اول شيء انا رحب الهام اليوم وياي انا سحبت صوبي راح اقول تعريف عنها وكل شيء انا ويا الهام طبعا ويانا اليوم الهام الفارسي رحب فيك اكيد انا وايد مستانسه ان اليوم عندي بنات وسولف وياهم انت وأخيرا. مسؤوله التنسيق والمتابعه في جريده الامل الالكترونيه وعضو في جمعيه اولياء امور المعاقين انا وايد استانست من هالشيء لان احب اشياء المعاقين شيء احب الناس اللي توقف وياهم وعضو في بوابه التدريب العالميه ومتطوعه في صندوق اعانه المرضى يعني هذه يعني اتوقع بس هذا كافي اللي انا اقوله عن صح. اختي الهام شيء وايد حلو عندنا بعد ساره بدر حلو عندنا ضيفة ثالثة ساره ابو زبر اللي هي تعتبر متطوعه مساعده مسؤول التنسيق والمتابعه في جريده الامل التطوعيه بكالوريوس في القانون جامعه عجمان للعلوم والتكنولوجيا كاتبه في صحيفه في صح كاتبه صحفيه في مجله النهضه ومجله ابواب ما شاء الله سي في كبير لها مقالات في جريده القبس عضو جمعيه العلميه بجامعه عجمان رئيسه خلص فيها رئيسه الجاليه الكويتيه في اماره عجمان شو السالفه كلها عجمان لا انا ادرس في جامعه عموما نورتونا وشرفتونا وبصراحه اللي قاعدين يسوونه وايد شيء حلو خلينا نبدا مع المؤسس ايوه اكيد عبد الله يا اهلا بالبدايه ليش جت لك الفكره ان تسوي هذا الجروب طبعا بالبدايه هو قبل لا يكون جروب هو كان موقع صغير اسمه معاقين الكويت فالحمد لله يعني شاركت في هذا الموقع الالكتروني اسمه معاقين الكويت في جائزه الصباح للمعلوماتيه ولله الحمد يعني حصلنا على المركز الاول كافضل جريده الكترونيه او عفوا كموقع بالبدايه كافضل موقع الكتروني يحصل على المركز الاول باحتوائه لمعلومات عن انواع الاعاقات وعن الاحتواء الالكتروني بذوي الاعاقه فالحمد لله حصلنا المركز الاول وكرمنا صاحب السمو وهذا فخر لنا يعني كطاقات شبابيه فانتقلنا نقله نوعيه
من موقع معاقين الكويت الى جريده الامل الالكترونيه. كم سنه صار لكم بدايه نشاتكم؟ احنا طبعا نشات او مسمى جريده الامل الالكترونيه من 20/10/2009، يعني صار لنا الحين على 3 سنين. شنو الهدف من انشاء هذه الجريده؟ طبعا الاهداف وايد والاهداف كثيره، لكن اي طبعا من اهم الاهداف اللي احنا قاعد نسعى لها اللي هي تسليط الضوء على اهم وابرز الانجازات او من المبدعين من ذوي الاعاقه، وايضا توصيل صوتهم الى الجهات المسؤوله، الى الجهات اللي يحسون انه لازم يسمعونهم على اساس يلبون كل احتياجاتهم، وايضا ان نكون لهم مرجع. يعني الموقع مو بس عباره عن جريده وتغطيه اخبار، هذا اهم. يعني احنا عندنا من هدف ان احنا نوعي الاولياء امور المعاقين والمعاقين، ايضا عندنا اشياء وايد تفيدهم بكيفيه التعامل مع المعاق وكيفيه بانواع اعاقاتهم، يعني عن طريق موقعنا الالكتروني. مركزين اكثر شيء على موضوع ان ذوي الاحتياجات الخاصه شنو يحتاجون، اهلهم بالذات هم لازم يهتمون فيهم اكثر من اي شخص ثاني. انا اتوقع ان في وايد ناس عندهم اشخاص يعني يكون فيهم اعاقه او ان هذا ما يهتمون فيهم. انت ما شاء الله عليك استاذه الهام، انت يعني عندك انت عضو في جمعيه اولياء امور المعاقين، كنت قاعد تشوفين مشاكل وايد من اولياء الامور، يمكن في اب يعني اب او ام ما تهتم بولدها، شلون انت تحسين بالمعاقبه؟ لا مو هذا دورنا، احنا دورنا مثلا هو كتسليط الضوء دمج ذوي الاحتياجات الخاصه بالمجتمع، وهذا دورنا في اكثر المجامع التطوعيه، يعني دمج ذوي الاحتياجات الخاصه بالمجتمع. شلون؟ انا كمسؤوله التنسيق والمتابعه في جريده الامل اطلع معاهم مثلا معارض، احتفاليات مثل احتفالات الكويت، يعني اليوم الوطني، يوم التحرير، فنطلع احنا مهرجان هلا فبراير. بالضبط، يعني الهدف اشراك هذه الفئه ودمجها بالمجتمع. بالضبط، انا يعني نطلعهم حق المعرض، نخليهم يعبرون بنفسهم، انا اعطيهم البروشور مال جريده الامل وهو نفسه يعبر ويشرح حق الموجود الزاير من هي جريده الامل، ماذا تفعل جريده الامل، من تخدم جريده الامل. ها يعني حتى تقوون علاقاتهم العامه بالناس. انا اشجع لان هذه الفئه هذه الشريحه وايد عندها خجل، وايد يستحون يخجلون. اهم الشرايح بالمجتمع وانجازاتهم تقريبا اكثر من انجازات الناس الصحيحين. مبدعين ومتميزين، يعني احنا عندنا وايد من ذوي الاحتياجات الخاصه بس مهضوم حقهم. لا والله مو مهضوم حقهم. انا كوليه امر زين عندي ولد مثلا يرسم، اقوم انا اشجعه اوصله حق اعلى المراتب اني انا اخليه مثلا يكتب شعر، ادعمه بالشعر، يعزف، ادعمه بالعزف. ففي اولياء امور الحمد لله رب العالمين، وفي مبدعين وفي اولياء امور ما تدري عن عيالهم ويقول لك ان انا استغفر الله العظيم، يعني كذي احنا ما نبي ننظر، احنا ما نبي ولد معاق شبي فيه، احنا ما نبي ننظر للجانب السلبي، احنا نبي نسلط الضوء على الجانب الايجابي. بس بسال ساره، عفوا استاذ الهام، بسال ساره، كونك انت متطوعه بالمكان هذا المميز صراحه، حتى يعني تكسبين دنيا وتكسبين ان شاء الله الاخره فيها، ليش تطوعتي؟ شنو اللي جذبك حق التطوع بهذا المكان؟ بسم الله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد الآل وصحبه أجمعين. أنا حبيت أتطوع لأن أنا بصراحة أنت شفت السي في مالي، عندي كان عندي قمت يعني توتر شوية لأن أول مرة لأن أنا متطوعة كذا مكان إنزين، اتطوعت ما حصرت أعمال تطوعية لخدمة فئة معينة، فخدمت جميع الفئات بصراحة. شفت يعني خدمت الأصحاء والذوي الإعاقة، اللي اكتشفت واللي خلاني أستمر اللي ما لقيته في الأصحاء لقيت في المعاقين. أي المصداقية، ما يعرفون يجاملون، إذا قال أنا أحبك يقول أنا أحبك، إذا قال أنا أكرهك أنا أكرهك، وخوف حق الكويت يحاول بقدر المستطاع أنه يرفع راية الكويت، حتى لو تشوفون بأي مهرجان بأي هذا هو أول واحد يشارك. حلو. بس عشان يرفع اسم الكويت. كونك متطوعة شلون تقدرين تساعدين؟ يعني شلون اللي قدرتي تضيفينه حق؟ نحاول على قدر المستطاع إن أسعي لدمجهم مع المجتمع، إن أرسم في وجوههم ابتسامة الأمل. حلو. زين عبد الله ما شاء الله عليكم، أنتم الحين عندكم اللي هي جريدة الأمل الإلكترونية تطوعية، زين هي إلكترونية، ما فكرتوا إن شاء الله يعني بالفيوتشر إن تصير جريدة الأمل وتنطبع وتنباع؟ يعني أتوقع إن ما شاء الله إن أكيد لها قراء الجريدة عن طريق النت، عن طريق هذا.